الزميل خليل بلوشي على 4K كالعادة يختار المعلق وأيضا هذه المباراة. ألقاكم بين الصوتين، لا تغبوا أيضا. سبق له أن أدار 4 مباريات في نهائيات كأس العالم الرابعة. كورة لينزو بيريز، لكن يرجع ليه المنتخب الكرواتي إيفان راكيتيتش. كذا نقاط وضع إيفان باريسيتش. باريسيتش يراوغ أم لا؟ يصدد وكابايرو، ممتاز جدا كابايرو. إيفان باريسيتش الرهيب يتلاعب طبعا بجابرييل ميركادو، ولكن ويلي كابايرو، ويلي كابايرو 36 عام. كرة اختراع هذا المنتخب لداليو، لداليو داليتش. هذه الإعادة، ليس هنالك تسلل على فيرسالكو، ولكن في النهاية هذا هو فيرسالكو. حذر كرة ممتازة، أكونيا ترجع مرتدة، والكرة لباسي غريبة غريبة وعجيبة. اليوم منذ بداية المونديال غايب عليه التركيز، سلطان السلاطين ليس حاضر على المستوى الذهني. يكركر الكرة، وينو أغويرو، التصويب، التصويب رائع ممتاز إنسو بيريز، وكذلك وصول لماركوس أكونيا. المنتخب الأرجنتيني الآن يفرض، لكن يمر ليو سرعة كبيرة لسلطان السلاطين، يعدي نجم العرض وإيفان بيريسيتش وبروزوفيتش. ترجع الكرة، الحكم طبعا يأتي مخالفة ضد ماريو مانزوكيتش في 20 دقيقة. أغويرو، أغويرو، أغويرو يوزع ركنية للمنتخب الأرجنتيني. هذه الكرة بالرأس، لكن مباشرة اليسار، والكرة جول. غريبة يا إنسو بيريز، إنسو بيريز ذهالي الامتياز. دجان المخالفة، إيفان راكيتيتش، إيفان راكيتيتش يكسب المخالفة، إمكانية ريبيتش، أنتي ريبيتش، ريبيتش اللي وزع. غريب 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 هذا التعامل الدفاعي الأرجنتيني. وينو خورخي سان باولي؟ وينو سان باولي؟ شوف الدفاع، ليس 86 مع كارلوس بيلاردو، وكرة من ميسي لتاليا فيكو اللي يوزع مع المنتخب الأرجنتيني. إيفان بيريسيتش، إيفان بيريسيتش يوزع أتمية لتاليا فيكو. أغويرو، تعود الكرة لكابايرو، يا رب النار. ريبيتش جول، ريبيتش جول، هدية أرجنتينية من كابايرو لأنتي ريبيتش، ومهاجم البطولة الألمانية يكوي الأرجنتين بالنار، يكوي الأرجنتين بالنار. كابايرو وميسي في حالة انهيار، خورخي سان باولي يعاين الدمار الكرواتي، غير معقول ومش مقبول في عمر 36 عام هذا الحارس. أوهام في أوهام، ويلي كابايرو يلعب بالنار ويكتوي بالنيران. كابايرو يعطي كرة هدية لم يرفضها نجم الكرة الكرواتية، هو أنتي ريبيتش مهاجم لايندراخت فرانكفورت. نار 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 الآن يشتعل في المنتخب الأرجنتيني، وإيش باش يطفيها هذه النار يا سان باولو. يحافظ على كورتو، بالرأس ماريو مانزوكيتش، ركنية كرواتية
جماهير كرواتية في حالة هستيرية. والمنتخب الأرجنتيني 145 مباراة دولية. إنزو بيريز، ليو ميسي، ميسي، ليو يعدي، ليو، ليو يراوغ ويعدي، رايح فين؟ أمام جدار السد لدى بيريز، وكرة الجزاء لإيغوين، إيغوين لوسا، جول، لا، أي 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 أي، دانيال سوبازيتش يتصدى لسلطان السلاطين، ياسن. ليو ميسي مراقب ولكن بافون يشن الهجمة، بافون يعدي والورقة. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة مرمى، يقول. ورغم التواجد لغونزالو إيغوين، ديبالا، ديبالا، ديبالا عمل حالة ولكن خارج الميدان. كورة يعدي، اعتراض من أوتا اللي يعدي ويحاول المرور أمام أكونيا والمخالفة في حوار مع إيفان سرينيتش مدافع ساندوريا. يوزع لشمان بعد أن رفضه المجتمع البرازيلي. كذلك لمسة يد، مودريتش يحاول المراوغة، مودريتش يساو، جول، جول. شنو هذا؟ شنو يسكن الشباك الأرجنتينية لويني كابايرو. روعة روعة روعة، هو لوكا مودريتش. يا سلام يا سلام على أجمل الأقدام كابايرو. راكيتيتش صادت، استمع لي إيفان راكيتيتش على العارضة، يكسر العارضة والأرجنتين في حالة ذوق. تيتش تصوير، جول، جول، مهزلة فضيحة، فضيحة كروية، ضحية أرجنتينية والثلاثية الكرواتية. عقاب، عقاب بأشد عذاب للأرجنتين. هنا مشاهدينا الكرام في ملعب نيزني نوفغورود، بدون تعليق الدمار، شدة الدمار من التسونامي الكرواتي في الدفاع الأرجنتيني. يا عيني يا عيني، ثلاثية كرواتية تاريخية هذه المرة للمنتخب الكرواتي، المباراة الرسمية الوحيدة اللي فاز بها الأرجنتين بحضور دييغو مارادونا. الآن كانت في مونديال فرنسا بهدف موريسيو بينيدا،